السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ ان شاء الله النهارده هناخد الفيكتور سبيس. الفيكتور سبيس ده سهل وبسيط، بس هو محتاج تركيز شويه، او محتاج ان احنا نحفظ شروط. انا دلوقتي مهمتي ان انا عايز لو عندي اي ست، اي فئه ايا كانت شكلها، عايز اثبت ان الفئه دي بتكون فيكتور سبيس. طيب اثبت ان ازاي الفئه دي بتكون فيكتور سبيس؟ لازم الاول اعرف يعني ايه فيكتور سبيس، يعني ايش، يعني ازاي احققه. لو انا جالي اي فئه ازاي اقول عليها فيكتور سبيس؟ فانا بالظبط في ايدي 3 حاجات. اول حاجه لازم يكون في ايدي في الفي ديت هي عباره عن مجموعه من الاوبجكت. طبعا كلنا عارفين ان الاوبجكت هي الاليمنت، مجموعه من العناصر. مجموعه من العناصر ديت انا هسميها فيكتور. ده اول حاجه لازم تكون في ايدي. تاني حاجه لازم تكون حاجه في ايدي، حاجه اسمها الاف. الاف ديت هي عباره عن مجموعه من الريال نمبر. طبعا كلنا عارفين ان الريال نمبر ديت اللي هي الار، خط الاعداد كله. تالت حاجه لازم يكون عندي تو اوبريشن. التو اوبريشن دي احنا هنعرفهم على الفي اللي انا هفرضها، الفي اللي انا عايز اثبت ان هي فيكتور سبيس. طيب حلو. طيب التو اوبريشن دي ايه هما التو اوبريشن؟ اول حاجه حاجه اسمها فيكتور اديشن، تاني حاجه حاجه اسمها سكولر مالتيبليكيشن. عملية الجمع وعملية الضرب. بس هنا لازم نكون فاهمين كويس جدا ان انا لو جالي فئة وعايز يثبت ان الفئة دي فيكتور سبيس، هو مش قصده بالعملية الجمع وعملية الضرب، العملية الجمع وعملية الضرب العاديين بتوعنا اللي هو 1+1=2، 1 في 1 بـ1. لا، هو بيبقى معرف لي عملية جمع وعملية ضرب معينة. كل مسألة لازم يجي لي اثبت ان الست دي بتكون فيكتور سبيس، وكمان على العمليات المعرفه عليها. ايه هي العمليات؟ هو بيعرف لي عمليتين، عمليه جمع وعمليه ضرب. يبقى انا لازم يكون معايا في اي فيكتور سبيس 3 حاجات: مجموعه من الفيكتور، مجموعه من الاليمنتس، مجموعه من الريال نمبر، وعمليتين، عمليه الجمع وعمليه الضرب. يبقى انا اول حاجه في المساله خالص لما بتجيلي بفرض ان انا عندي يو وفي ودبليو. اليو والفي والدبليو دول بفرض ان هم بينتموا للفي، وعندي سي ودي لازم يكونوا بينتموا للار. وطبعا بيديني في المساله عمليتين، عمليه الاديشن وعمليه المالتيبليكيشن، عمليه الجمع وعمليه الضرب. طيب انا قلت لكم ان انا لازم يكون في ايدي 3 حاجات، صح؟ طيب عشان اثبت بقى ان انا لو عندي فيكتور، الفيكتور دوت معرف على عمليتين، عمليه الجمع وعمليه الضرب، عايز اثبت ان الفيكتور ده فعلا بيكون فيكتور سبيس، اعمل ايه عشان اثبت ان الفي معرف عليها عمليتين الجمع والضرب بيكونوا فيكتور سبيس؟ على فكره المفروض ان انا غلط ان انا اكتب جمع والضرب كده، هما المفروض يتكتبوا ما بين قوسين. ليه؟ لان دي مش عمليه الجمع ولا عمليه الضرب اللي انا عارفهم. هنا ده معناه عمليه جمع ولا عمليه ضرب، انا ايش عرفني ان هو مش قصده بيها عمليه الجمع وعمليه الضرب اللي انا عارفهم، فهم المفروض يتكتبوا كده. بس انا عشان الدكتوره في البي دي اف كاتباهم كده، فانا همشي سيكشني كله بفي موجب وضرب. بس لازم اكون عارف ان الجمع والضرب دي هم مش عمليتين الجمع والضرب اللي انا عارفاها. طيب انا عايز اثبت ان اي مجموعه من الاوبجكت بتكون فيكتور سبيس على العمليتين الجمع والضرب. عشان اثبت لازم يبقى عندي، لازم احقق 10 شروط. الـ10 شروط دول 5 منهم متعرفين على عمليه الجمع، و5 منهم متعرفين على عمليه الضرب. اول حاجه خالص عشان اثبت الشروط لازم افرض ان انا عندي 3 متغيرات، اليو والفي والدبليو، لازم دول يكونوا بينتموا للفيكتور بتاعي، ولازم يبقى عندي السي والدي لازم يكونوا بينتموا للار. الـ10 شروط احنا اتفقنا ان 5 منهم معرفين على عملية الجمع، و5 منهم معرفين على عملية الضرب. طيب اول حاجة هنفهم الشروط. اول 5 معرفين على عملية الجمع،
اول حاجه ان انا لو عندي لو جيت قلت يو زائد الفي، لازم لما اجمع الاتنين دول على عمليه الجمع المعرفه عندي لازم يكونوا بينتموا للفي. دي اول شرط. تاني شرط، لازم يكون لما اجمع اليو في على عمليه الجمع المتعرفه لازم هي تطلع في زائد اليو. تالت شرط، لو انا عندي يو زائد في زائد الدبليو وخليت الفي والدبليو في قوس لوحدهم، لو انا جيت غيرت الاقواس دي وقلت ان انا عايز اثبت ان يو زائد الفي قوس زائد الدبليو، لازم اثبت ان يو زائد في زائد الدبليو في قوس هي يو زائد الفي زائد الدبليو. رابع حاجه، لو انا عندي الزيرو بينتمي للاف، وقصده بالزيرو هنا مش زيرو اللي احنا عارفينه، لا قصده بالزيرو المحايد الجمع. طيب يعني ايه تعريف المحايد الجمع؟ المحايد الجمع بيقول لي انا عنصر، بحيث لما اتجمع على اي قيمة هتطلع هي القيمة. ده المحايد الجمع، عنصر. العنصر ده لما تجمعني على اي قيمة هتطلع هي القيمة. وطبعا شرط ان اليو دي لازم تكون بتنتمي للفي. خامس شرط، لو انا عندي يو بتنتمي للفي وسالب يو بتنتمي للفي، وطبعا قصده سالب يو ديت المعكوس بتاع اليو، اللي هو بمعنى الاصح واحد على يو، ما هو معكوس يو واحد على يو. لو انا عندي يو وعندي سالب يو، ايه الشرط اللي انا ممكن احققه؟ ان انا لو عملت عملية الجمع اللي هي متعرفة عندي هيطلع مجموعهم بيساوي زيرو، اللي هو الزيرو ده على فكرة هو قصده بيه المحايد الجمع. يبقى كده انا لو انا حققت اول خمس شروط دولي، يبقى انا حققت عملية الاديشن بتاعتي، الشروط بتاعت الاديشن. ناقص عندي الخمس شروط بتاعت الضرب. سادس واحد، لو انا عندي اي سي، السي دي طبعا لازم تكون بتنتمي للار، ريال نمبر، لو ضربتها في اليو لازم لما اضرب الكومتين دول في بعض لازم ينتموا للفي. سابع شرط، عملية التوزيع، لو انا عندي سي مضروبة في يو زائد الفي، لو انا عملت عملية توزيع السي على القوس لازم تطلع هي قبل التوزيع. هوزع السي بقت سي في يو زائد سي في في، لازم القيمة دي هي تطلع القيمة دي. تامن حاجة، عملية التوزيع بس لو انا جمعت ما بين قيمتين ريال نمبر وضربتهم في فيكتور، ده يديني ان انا لما اوزع الفيكتور ده جوه القوس يطلع لي هو قبل ما اوزعه بره القوس، تبقى دي سي في يو زائد دي في يو. تسعة، لو انا عندي سي مضروبة في دي يو لازم هي تطلع سي دي مضروبة في اليو. اخر شرط عندي المحايد الضربي، المحايد الضربي ده اللي هو طبعا كلنا عارفين اللي هو الواحد، المحايد الضربي لو ضربته في اي فيكتور يطلع لي هو الفيكتور، بشرط ان انا عندي طبعا اليو ديت لازم تكون بتنتمي للفي. وطبعا الخمس شروط التانيين دولي على المالتي بليكيشن. يعني لو حققت اول خمس شروط على الاديشن وتاني خمس شروط على المالتيبليكيشن، يبقى فعلا المجموعة الست اللي هو مديهالي على عمليتين الجمع والضرب فعلا بتكون فيكتور سبيس. طيب ازاي بقى يكون عندي مسألة واثبت ان هي فعلا بتكون فيكتور سبيس؟ يعني مثلا ناخد المثال، ناخد المثال ده، هنفرض ان انا عندي في، الفي ديت معرفة على ان هي عنصر، حيث العنصر ده بينتمي للار،
بشرط ان العنصر ده لازم يكون اكبر من الصفر، وقايل ان الاكس والواي دي بتنتمي لفيكتور. الفي الفيكتور بتاعتي معرفه لي على انها فيكتور، حيث ان الفيكتور ده بينتمي للار، ولازم الفيكتور ده يكون اكبر من الصفر. قلت لكم انا لازم يكون مديني الست بتاعتي وحاجتين كمان، ايه هما؟ عمليه الجمع وعمليه الضرب. معرف لي ان انا لو جبت اي فيكتور، اي اتنين فيكتور وجمعتهم مع بعض يديني حاصل ضربه، ودي مهمة جدا جدا ان انا افهم اصلا العملية. مديني اي فيكتورين لو جمعتهم مع بعض هيتحولوا لحاصل ضربه. لو عندي اي قيمة تنتمي طبعا لار مضروبة في الفيكتور هتديني اكس اس سي، هتتحول لدالة اسية. بيقول لي بين ان الفي بالاوبريشن بالعمليات اللي هو معرفها بتكون فيكتور سبيس. عشان احقق ان فعلا الفي دي بيكون فيكتور سبيس لازم احقق العشر شروط. خلينا واحده واحده. اول حاجه خالص لازم احقق الخمس شروط بتاعه الاديشن. طبعا اول حاجه في المساله لازم افرض ان انا عندي يو وفي ودبليو لازم يكونوا بينتموا للفي، وعندي سي ودي لازم ينتموا للار. اول حاجه، اول شرط بيقول لي، الشرط بتاعي بيقول لي ان انا لو عندي اي فيكتورين جمعتهم مع بعض لازم هما كمان بينتموا للفي. اول شرط ان انا لو عندي اي فيكتورين زي اليو زائد الفي. طيب هو معرف لي عملية الجمع بتاعت اليو زائد الفي على انها ايه؟ معرف لي عملية الجمع لو انا جمعت اي فيكتورين مع بعض يتحول لي لمين؟ حاصل ضرب فيكتورين. فعلا بقت يو في. ازاي؟ من تعريف الجمع عملية الاديشن. طيب اليو في الفي، هل اليو في الفي بتنتمي للفي؟ اه طبعا، لا هي الفي عبارة عن فيكتور، الفيكتور ده لازم ينتمي للار. جيب اي رقم واضربهم في، جيب اي فيكتورين واضربهم في بعض هينتمي للفي بتاعتي، لان انا اصلا فرضة ان اليو والفي دي بتنتمي للفي، لما اضربهم في بعض اكيد هم كمان هينتموا للفي. تاني حاجة ان اليو زائد الفي لازم تساوي في زائد اليو. طيب اليو زائد الفي بكام؟ مجموع فيكتورين يديني حاصل ضربه. طيب طب الفي زائد اليو مجموع فيكتورين يدوني حاصل ضربه، الفي في اليو. طيب فعلا ده بيساوي ده، يبقى اذا يو زائد الفي بتساوي في زائد اليو. رقم 3، لو انا عندي يو زائد في زائد دبليو عايز اثبت ان ده بيساوي يو زائد في كوس زائد الدبليو. اثبته ازاي؟ اول حاجه هجيب اللي فوق واشوف هل اللي فوق دي بتساوي اللي تحت ولا لا. اليو زي ما هي زائد في زائد الدبليو مجموع دالتين، مجموع فيكتورين بالتعريف بتاعي يديني حاصل الضرب في دبليو، مجموع دالتين بالتعريف بتاعي يديني حاصل ضربه، بقت يو في 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 دبليو. يو زائد الفي زائد الدبليو مجموع دالتين يديني حاصل ضربه، يو في زائد الدبليو مجموع دالتين يديني حاصل ضربه، يو في في دبليو. كل ده انا جايباه من تعريف المجموع فيكتورين. طبعا ده بيساوي ده، يبقى اذا ده بيساوي ده، يبقى الشرط التالت اتحقق. رابع شرط، رابع شرط بيقول لي لو انا عندي الزيرو بتنتمي للفيكتور. هل يا ترى المحايد الجمعي ده موجود فعلا؟ هل يا ترى المحايد الجمعي ده موجود فعلا؟ طيب احققه ازاي؟ اليو بتاعتي زائد الزيرو ده العنصر، عنصر المحايد الجمعي. اليو زائد الفي مجموع فيكتورين يديني حاصل ضربه،
أول لما لمحت حاصل ضربهم أنا عارف إن المحايد الضرب بتاعي واحد، صح؟ معنى كده في الحالة دي لما في العملية بتاعتي مجموع دالتين اتحول لحاصل ضربه، معنى هنا إن الزيرو بيساوي الواحد ولا لأ؟ جبتها منين؟ لأن اتحول لحاصل ضربهم وأنا عارف إن المحايد الضربي هو الواحد، المحايد الضربي هو الواحد. فلما ضربت الدالتين بقى عندي المحايد الجمع ده اتحول لمين؟ المحايد الضرب اللي هو زيرو بيساوي الواحد. معنى كده اليو في الزيرو بتساوي فعلا يو، كأني بالظبط بقول يو في الواحد، وفعلا اليو بتنتمي للفي. خامس حالة، لو انا عندي يو بتنتمي للفي والمعكوس بتاعها سالب يو بينتمي للفي، المفروض ان مجموعهم يديني المحايد الجمع. وخدوا بالكم ان المحايد الجمع استنتجت ان هو بيساوي مين؟ بيساوي المحايد الضرب. ليه؟ من الخاصيه بتاعتي ان مجموع فيكتورين اتحول لضربه، فبدل ما كنت بستخدم المحايد الجمع لا، ده انا بقيت بستخدم المحايد الضربي. طيب اليو زائد سالب يو، معروف ان المعكوس اللي مش السالب يو معكوس اليو اللي هي عبارة عن واحد على يو، مجموع اي فيكتورين يديني حاصل ضربه. طيب اليو راحت مع اليو، المفروض ان مجموع الدالة والمعكوس يديني مين؟ يديني زيرو، صح؟ وانا مستنتجة من الخطوة اللي قبل كده ان الواحد بيساوي مين؟ بيساوي الزيرو، فبالتالي الواحد بيساوي الزيرو، يبقى فعلا كمان الشرط ده والشرط ده اتحقق. وكده يبقى انا فعلا حققت اول 5 شروط اللي هما بتوع الاديشن. طيب نيجي بقى لل5 شروط التانية اللي هما بتوع الفيكتور، بتوع المالتيبليكيشن. لو انا عندي السي، السي ده طبعا بينتمي للار، ضربته في اليو، عملية الضرب هنا معرفة ازاي؟ معرفها لي ازاي؟ عملية الضرب معرفة على ان اي ريال نمبر مضروب في الفيكتور هيساوي الدالة فيكتور اس الرقم دوت. يبقى انا السي في اليو هي عبارة عن كام؟ يو اس سي، وفعلا يو اس سي بتنتمي للفي. سابع حاجة، لو انا عندي سي كوس مضروبه في يو زائد الفي، لازم دي تساوي سي مضروبه في اليو زائد سي مضروبه في الفي. هل يا ترى ده بيساوي ده ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف. اليو زائد الفي هي عباره عن ايه؟ اليو زائد معرف ان اي فيكتورين يديني حاصل ضربه، يبقى اليو زائد الفي هي عبارة عن يو في في. طيب وحاصل ضرب دالتين يديني تحولت للدالة التانية مرفوعة الأس سي، ده أنا اللي استنتجته من هنا. طيب تعالوا نشوف هنا، السي في اليو حاصل ضرب ريال نمبر مضروب في الفيكتور يديني يو أس سي، زائد سي في الفي يديني في أس سي، وانا عندي مجموع اي فيكتورين يديني حاصل ضربه يو اس سي في في اس سي. مش انا لو الاس واحد ينفع ارفع الداله كلها لنفس الاس تبقى يو في اس سي، يبقى فعلا ده بيساوي ده، يبقى الشرط السابع اتحقق. طيب الشرط الثامن، الشرط الثامن بيقول لي ان انا لو انا حققت السي زائد لو انا عندي اي 2 ريال نمبر مضروبين في اليو لازم يطلع له ان السي مضروبه في اليو زائد الدي مضروبه في اليو، لازم اثبت ان ده بيساوي ده. طيب نثبته كده، نحاول نشوف. هو حاصل ضرب دالتين يديني كام؟ يديني الداله الثانيه مرفوعه للداله الاولى. طب مش ده عبارة عن يو اس سي مضروبة في يو اس دي؟ انا ما عادش اقدر اعمل حاجة في الدالة، نشوف الدالة دي شكلها عامل ازاي. السي في اليو هي عبارة عن يو اس سي زائد يو اس دي،
مجموع ده اللي كان يديني ضربهم، يقص سي في يقص دي. انا كل ده بستخدم عمليتين الجمع والضرب المعرفين عندي اللي انا اصلا عارفاهم، اللي هم مجموع دالتين فيكتورين يديني حاصل ضربهم، ريال نمبر مضروبه في الفيكتور يديني داله، الداله الثانيه اللي هي الفيكتور اس الرقم. طيب انا كده حققت 8 شروط، التاسعه الشرط التاسع لازم يبقى عندي سي بين قوسين دي في يو، لازم دي تساوي سي في دي مضروبه في اليو. طيب نشوف هل الشرط ده يتحقق ولا لا. حاصل ضرب ريال نمبر مضروب في الفيكتور يديني مين؟ يديني يو اس دي. حاصل ضرب الفيكتور مضروب في ريال نمبر يديني يو اس دي اس سي، اللي هي عباره عن يو اس سي دي. طيب سي في دي يو، حاصل ضرب تلتين يديني يو اس سي دي. ده طلعت لي من اول مره، يبقى ده فعلا بيساوي ده، ده بيساوي ده، يبقى اذا الشرط التاسع اتحقق. الشرط العاشر ان انا لو عندي الواحد اللي هو المحايد الضربي مضروب في يو يديني يو، وفعلا يديني يو اس كام؟ يو اس واحد، صح؟ الواحد مضروبه حاصل ضرب دالتين تبقى يو اس واحد، هي هي مين؟ هي هي اليو. وكده يبقى انا فعلا حققت العشر شروط. اذا الفيكتور بتاعتي بتكون فيكتور سبيس. طيب نشوف مسألة تانية. في مسائل بتكون بديهية من الطالب، بمعنى ان انت اول ما بتشوفها في شروط معينة لازم خلاص هتتحقق. طيب زي مثلا المسألة دي، المسألة التانية بيقول لك بيفرض ان الفي بتنتمي للار تكعيب. كلنا عارفين ان الار هو خط الاعداد كله، الار تربيع ده معنى كده المستوى اكس وواي، الار تكعيب ده معنى كده ان هو في المستوى اكس وواي وزد. طبعا كلنا اخدينها في الترم في سنة في اعدادي. لو قال الفي تنتمي للار تكعيب، اليو زائد الفي معرف لي عملية الجمع، اليو زائد الفي عبارة عن يو واحد زائد في واحد، يو اتنين زائد في اتنين، يو تلاتة زائد في تلاتة. معرف لي عملية الضرب، السي مضروبة في اليو، مضروبة في اليو هي عبارة عن يو واحد، والثابت مضروب في الفيكتور التاني، والثابت والريال نمبر مضروبة في الفيكتور التالت. بيقول لي هل الفي دي بتكون فيكتور سبيس؟ ايه اللي انا كنت بتكلم عليه؟ ايه الحاجات البديهيه؟ لو ركزنا مع بعض كده، اي فيكتورين هو مديني ان الفيكتورين دول ايوه عباره عن الفيكتور الاول زائد الفيكتور الثاني، الفيكتور الثاني زائد الفيكتور الثاني، الفيكتور الثالث زائد الفيكتور الثالث، فهو فعلا معرف لي عمليه الجمع. ما هي دي عمليه الجمع اللي انا عارفاها، ان انا لو عندي اي فيكتورين انا بضرب العنصر الاول مع العنصر الاول، العنصر الثاني مع العنصر الثاني، العنصر الثالث مع العنصر الثالث، يبقى فعلا دي عمليه الجمع المعرفه عندي. يبقى معنى كده، بس انا في الامتحان ما بعملش كده، بس انا عشان وقت الفيديو، بما ان الجمع عمليه عاديه انت في الامتحان لازم تثبت له، بما ان الجمع عمليه عاديه لذلك الشروط في عمليه الجمع تم تحقيقها، لان فعلا عمليه الجمع هي اي فيكتورين عشان اجمعهم الاول والاول، الاول زائد الاول، الثاني زائد الثاني، الثالث زائد الثالث، فبالتالي عمليه الجمع لازم هتكون متحققه الشروط. واحنا عارفين ان عمليه الجمع بتحقق اول خمس شروط الاديشن. طيب تاني بقى خمس شروط عمليه الضرب، لا هنا معرف لي عمليه الضرب، لو انا ضربت ريال نمبر مضروبه في الفيكتور اضربه ازاي؟ اول عنصر ينزل زي ما هو، اول فيكتور ينزل زي ما هو، تاني فيكتور معرفه لي ان هو هضربه في الريال نمبر، وتالت فيكتور هضربه في الريال نمبر، فبالتالي عمليه الضرب هنا عمليه مش عمليه الضرب اللي انا عارفاها، مش اول عنصر مضروب في اول عنصر، او اول عنصر مضروب في الريال نمبر، وتاني عنصر مضروب في الريال نمبر، تالت عنصر مضروب في الريال نمبر، لا هنا اول عنصر ما بيتضربش في الريال نمبر. فعشان كده انا هبدا بتحقيق الخمس شروط التانيه اللي هي من اول رقم 6. يقول رقم 6 ان انا عندي
لو انا عندي ريال نمبر السي مضروبه في اليو. اول حاجه انا لازم قلت لكم ان نفرض ان انا عندي يو في دبليو، تمام؟ اليو هي عباره عن يو واحد يو اتنين يو تلاته. ليه؟ لان هو قايل لي ان الفي بتنتمي لمين؟ لار تلاته. ار تلاته ده معناه اكس واي وزد، وعندي الفي هي عباره عن في واحد في اتنين في تلاته، وعندي الدبليو وهي عباره عن دبليو واحد دبليو اتنين دبليو تلاته. تعالوا بقى نحقق الشرط. السي في اليو هي عباره عن السي مضروبه في يو واحد يو اتنين يو تلاته. عملية الضرب بتاعتي بتقول لي ان اول عنصر بينزل زي ما هو، اول عنصر في الفيكتور. طيب تاني عنصر؟ لا، تاني عنصر هضربه في سي في الفيكتور التاني، وتالت عنصر برضو هضربه في الفيكتور التاني. وفعلا دي بتنتمي لمين؟ بتنتمي لفي. طيب نحقق الشرط اللي بعد كده، رقم سبعة. رقم سبعة بيقول لي ان السي مضروبة في يو زائد الفي، عايز يثبت ان هي بتساوي سي مضروبة في اليو زائد سي مضروبة في الفي. طيب هل تعالوا نثبت ان ده بيساوي ده؟ هنثبت ازاي؟ السي هتنزل زي ما هي، مجموع فيكتورين يديني الفيكتور الاول زائد الفيكتور التاني، اهو يو واحد زائد في واحد، الفيكتور التاني زائد الفيكتور التاني، الفيكتور التالت زائد الفيكتور التالت. طيب ثابت او ريال نمبر مضروب في فيكتور، ده معناه ايه؟ معناه ان الفيكتور الاول بينزل زي ما هو، الفيكتور التاني بيتضرب في السي، الفيكتور التالت هو كمان بيتضرب في السي. ده كل ده من تعريف الجمع والضرب اللي هو مديهولي. طيب ده اللي انا وصلت له، عايز اشوف السي في اليو زائد السي في الفي يديني ايه؟ السي مضروبة في يو واحد يو اتنين يو تلاتة، زائد السي مضروبة في في واحد في اتنين في تلاتة. طيب لما بضرب ريال نمبر وبضرب فيها فيكتور، بضربهم ازاي؟ الفيكتور الاول بينزل زي ما هو، من التعريف بتاع الفيكتور الاول بينزل زي ما هو، الفيكتور الثاني بيتضرب في سي، الفيكتور الثالث بيتضرب في سي برضه، زائد نفس التعريف الفيكتور الاول بينزل زي ما هو، الفيكتور الثاني بيتضرب في سي، الفيكتور الثالث بيتضرب في سي برضه. طيب من هنا بقى هي عملية الجمع معرفة ازاي؟ عملية الجمع متعرفة ان الفيكتور الاول عادي يتجمع مع الفيكتور الاول، يبقى يو واحد زائد في واحد، والفيكتور التاني يتجمع مع الفيكتور التاني، والفيكتور التالت يتجمع مع الفيكتور التالت. هل يا ترى ده هو هو ده؟ اه طبعا ده هو هو ده، يبقى اذا ده بيساوي ده، يبقى الشرط السابع متحقق. طيب نكمل بقية الفيديو. هل يا ترى العملية دي هي العملية ديت؟ هي يو واحد زائد يو واحد بكام؟ باتنين يو واحد، صح؟ ودي سي يو اتنين زائد دي يو اتنين، وسي يو تلاتة زائد دي يو تلاتة. هل العنصر الاولاني ده هو هو العنصر الاولاني؟ لا طبعا، يبقى هنا العمليه ما اتحققتش، ان سي زائد الدي مضروبه في يو هي هي السي يو زائد الدي. هل دي هي دي؟ اكيد لا طبعا، يبقى اذا الشرط غير محقق، يبقى اذا الفي از نوت فيكتور سبيس، يبقى الفي مش فيكتور سبيس. شايفين الشرط ما اتحققش في تامن شرط، مش في اول ولا تاني ولا تالت، يعني ممكن ما يبقاش فيكتور سبيس في تامن شرط، سبع شرط، تسع شرط. اهم حاجه ان انا لازم احقق الشروط واحده واحده. طيب ناخد مساله تانيه. بيقول لي فارض لي ان الفي بتنتمي للار 3، وفي زائد اليو هي عباره عن
الفيكتور الأول مضروب في 2 في الفيكتور الثاني، القيمة الثانية يو 2 زائد في 2 يو 3 زائد في 3. يعني هي عملية الجمع هنا متعرفة باختلاف. ليه؟ تاني فيكتور، اول تاني فيكتور وتالت فيكتور ما عنديش فيها مشكلة، لكن اول فيكتور معرفهولي على الفيكتور الاولاني هيتجمع عليه 2 في الفيكتور التاني. طيب عملية الضرب سي في اليو هي عبارة عن سي يو 1 في سي يو 2 في سي يو 3. عملية الضرب هنا متعرفة عملية عادية، فانا مشكلتي الوقت بقت في عملية مين؟ عملية الجمع. بيقول لي هل الفي ده بيكون فيكتور سبيس؟ اول حاجة هنفرض ان انا عندي يو هي عبارة عن يو 1 ويو 2 ويو 3، وانا عندي في هي عبارة عن في 1 وفي 2 وفي 3. طبعا اول شرط اللي هو اليو زائد الفي، لو انا جمعت يو زائد الفي هي هتنتمي. عملية الجمع بيقول لي ان العنصر الاول زائد 2 في العنصر الثاني، العنصر الاول زائد 2 في العنصر بتاع الفيكتور الثاني، ثاني واحد العنصر الثاني زائد العنصر الثاني، ثالث واحدة العنصر الثالث زائد العنصر الثالث. دي عملية الجمع المعرفال، ده أول شرط كده اتحقق، ودي طبعا بتنتمي للفي. تاني شرط بقى، نركز مع بعض في تاني شرط. عايز أثبت إن اليو زائد الفي هي عبارة عن في زائد اليو. اليو زائد الفي أنا لسه جايبها اللي هي عبارة عن يو 1 زائد 2 في 1 ويو 2 زائد في 2 ويو 3 زائد في 3. طيب الفي زائد اليو بقى، هو أنا عندي هنا فيكتورين صح؟ عملية الجمع معرفة إن الفيكتور الأول العنصر في الفيكتور الأول هيتجمع مع 2 في الفيكتور الثاني. طيب هنا الفي هي العنصر الأولاني واليو هي العنصر الثاني. الفي عبارة عن في 1 في 2 في 3، اليو عبارة عن يو 1 يو 2 يو 3. ده زائد ده يديني إيه؟ يديني العنصر الأول اللي هو في 1 زائد 2 في العنصر الثاني. وطبعا العنصر في 2 زائد يو 2 عادية، في 3 زائد يو 3 عادية. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف في الاتنين دول، دي يو 1 زائد 2 في 2، دي في 1 زائد 2 في يو 2. هل ده زي ده؟ لا طبعا، يبقى اليو زائد الفي لا تساوي في زائد اليو. يبقى اذا الفي نوت فيكتور سبيس. طيب نشوف مسألة. بيقول لي هنفرض ان انا عندي الفي عبارة عن ماتريكس 2 في 2. بيقول لي عبارة عن the set of 2 في 2 ماتريكس with real integers، يعني المدخلات فيها حقيقية. بيقول لي under usual operation of matrix addition، وهو ده اللي انا قلت عليه اول الفيديو، and scalar multiplication show that، بين ان الام 2 في 2 مع عملية الجمع والضرب بيكون فيكتور سبيس. طيب عايزين نثبت ان هي فيكتور سبيس. اول حاجة خالص لازم اخد بالي منها، فين عملية الجمع والضرب اللي هو معرفها لي؟ الكلمة ده هي usual operation معرف لي عملية الجمع والضرب، العملية الجمع والضرب العاديين. ازاي؟ هفهمكم الوقت. اول حاجة لازم افرض ان انا عندي يو و في بتنتمي للفي صح؟ طيب هي اليو عبارة عن ايه؟ هي الفي اصلا كانت عبارة عن ماتريكس 2 في 2، فاليو هي عبارة عن ماتريكس 2 في 2، يو 1 يو 2 يو 3 يو 4. طيب والفي؟ الفي برضو بتنتمي للفي، والفي هي عبارة عن ماتريكس 2 في 2، يعني في 1 في 2 في 3 في 4.
طيب نشوف بقى العمليات. انا بما ان عمليه الجمع والضرب عمليه عاديه جدا، معنى كده ان انا متاكد وواثق 1000000% ان الشروط كلها هتتحقق. هحقق كذا شرط وانت هتكمل. اول حاجه لازم ان اليو زائد الفي لازم تكون بتنتمي للفي. طيب هي اليو زائد الفي عباره عن ايه؟ عباره عن العنصر عمليه الجمع العاديه، العنصر الاول في المصفوفه زائد العنصر الثاني في المصفوفه الثانيه، ده زائد ده، يو 2 زائد في 2، يو 3 زائد في 3، يو 4 زائد في 4، وهي فعلا دي بتنتمي للفي، ماتريكس 2 في 2. كل العناصر اللي جواها عناصر حقيقيه فعلا. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه ان انا عندي لازم اليو زائد الفي تساوي الفي زائد اليو. طيب اليو زائد الفي انا لسه جايباه، هي عباره عن يو 1 زائد في 1، يو 2 زائد في 2، يو 3 زائد في 3، يو 4 زائد في 4 بيساوي هي في 1 زائد في 2، يو 1 في 2 زائد في 2 زائد يو 2، في 3 زائد يو 3، في 4 زائد يو 4. هي ولا لا؟ ما هي ده بيساوي فعلا ده، هي عملية الجمع العادية. فبالتالي هتلاقي كل الشروط متحققة. هثبت كمان شرط وانتوا بقى بتظبطوا اللي بعد كده. عايز اثبت ان يو زائد الفي في كوس زائد الدبليو هي يو زائد في زائد الدبليو. طيب اليو زائد الفي هي عبارة عن ماتريكس يو 1 زائد في 1، يو 2 زائد في 2، يو 3 زائد في 3، يو 4 زائد في 4 زائد الدبليو. الدبليو عبارة عن ماتريكس 2 في 2، دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3 دبليو 4، مجموع ماتريكسين الجمع عملية الجمع اللي انا عارفاه، اللي هي عبارة عن يو 1 زائد في 1 زائد دبليو 1، يو 2 زائد في 2 زائد دبليو 2، يو 3 زائد في 3 زائد دبليو 3، يو 4 زائد في 4 زائد دبليو 4. هتلاقي ان دي هي يو زائد في زائد الدبليو، لان كلهم في الاخر دول هيطلعوا برضه يو 1 زائد في 1 زائد دبليو 1. تكملت الشروط وهتلاقي ان فعلا الفي اللي هي عبارة عن ماتريكس 2 في 2 بيكون فيكتور سبيس. يا شباب انا كل اللي انا عايزاه ان انت تحقق الشروط بالظبط وتعرف وتفهم عملية الجمع والضرب اللي هو معرفها لك. لو انا فهمت كويس جدا عملية الجمع والضرب اللي هو معرفها لي في رأس السؤال، بعد كده الشروط عندي هحققها بكل دقة. وان شاء الله هنزل لكم بي دي اف موجود فيه مسائل كتير ومسائل الشيت برضو اللي الدكتوره سالم منزلها لكم، وان شاء الله الامتحان مش هيخرج، وان شاء الله يعني مش هيخرج على المسائل دي. ناخد المثال ده. هنفرض ان انا عندي في، الفي دي معرفه على ان هي عنصر، حيث العنصر ده بينتمي للار بشرط ان العنصر ده لازم يكون اكبر من الصفر، وقايل ان الاكس والواي دي بتنتمي لفيكتور. الفي الفيكتور بتاعتي معرفالي على انها فيكتور، حيث ان الفيكتور ده بينتمي للار ولازم الفيكتور ده يكون اكبر من الصفر. قلت لكم انا لازم يكون مديني الست بتاعتي وحاجتين كمان، ايه هما؟ عمليه الجمع وعملية الضرب. معرف لي ان انا لو جبت اي فيكتور، اي اتنين فيكتور وجمعتهم مع بعض يديني حاصل ضربه. ودي مهمة جدا جدا ان انا افهم اصلا العملية. مديني اي فيكتورين لو جمعتهم مع بعض هيتحولوا لحاصل ضربه. لو عندي اي قيمة تنتمي طبعا لآر مضروبة في الفيكتور هتديني اكس اس سي، هتتحول لدالة أسية. بيقول لي بين أن الفي
بالاوبريشن بالعمليات اللي هو معرفها بتكون فيكتور سبيس. عشان احقق ان فعلا الفي دي بيكون فيكتور سبيس لازم احقق العشر شروط. خلينا واحده واحده. اول حاجه خالص لازم احقق الخمس شروط بتاعه الاديشن. طبعا اول حاجه في المساله لازم افرض ان انا عندي يو وفي ودبليو لازم يكونوا بينتموا للفي، وعندي سي ودي لازم ينتموا للار. اول حاجه، اول شرط بيقول لي، الشرط بتاعي بيقول لي ان انا لو عندي اي فيكتورين جمعتهم مع بعض لازم هما كمان بينتموا للفي. اول شرط ان انا لو عندي اي فيكتورين زي اليو زائد الفي. طيب هو معرف لي عملية الجمع بتاعتي اليو زائد الفي على انها ايه؟ معرف لي عملية الجمع لو انا جمعت اي فيكتورين مع بعض يتحول لي لمين؟ حاصل ضرب فيكتورين، فعلا بقت يو في. ازاي؟ من تعريف الجمع، عملية الاديشن. طيب اليو في الفي، هل اليو في الفي بتنتمي للفي؟ اه طبعا، هي الفي عبارة عن فيكتور، الفيكتور ده لازم ينتمي للار. جيب اي رقم واضربهم في، جيب اي فيكتورين واضربهم في بعض هينتمي للفي بتاعتي، لان انا اصلا فرضة ان اليو والفي دي بتنتمي للفي، لما اضربهم في بعض اكيد هم كمان هينتموا للفي. تاني حاجة، ان اليو زائد الفي لازم تساوي في زائد اليو. طيب اليو زائد الفي بكام؟ مجموع فيكتورين يديني حاصل ضربه. طيب طب الفي زائد اليو مجموع فيكتورين يدوني حاصل ضربه، الفي في اليو. طيب فعلا ده بيساوي ده، يبقى اذا يو زائد الفي بتساوي في زائد اليو. رقم ثلاثة، لو انا عندي يو زائد في زائد دبليو عايز اثبت ان ده بيساوي يو زائد في كوس زائد الدبليو. اثبته ازاي؟ اول حاجه هجيب اللي فوق واشوف هل اللي فوق دي بتساوي اللي تحت ولا لا. اليو زي ما هي زائد في زائد الدبليو مجموع دالتين، مجموع فيكتورين بالتعريف بتاعي يديني حاصل الضرب في دبليو. مجموع دالتين بالتعريف بتاعي يديني حاصل ضربه، بقت يو في 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 دبليو. يو زائد الفي زائد الدبليو مجموع دالتين يديني حاصل ضربه يو في زائد الدبليو. مجموع دالتين يديني حاصل ضربه يو في في دبليو. كل ده انا جايباه من تعريف المجموع فيكتورين. طبعا ده بيساوي ده، يبقى اذا ده بيساوي ده، يبقى الشرط التالت اتحقق. رابع شرط، رابع شرط بيقول لي لو انا عندي الزيرو بتنتمي للفيكتور. هل يا ترى المحايد الجمع ده موجود فعلا؟ طيب احققه ازاي؟ اليو بتاعتي زائد الزيرو ده العنصر، عنصر المحايد الجمع. اليو زائد الفي مجموع فيكتورين يديني حاصل ضربه. اول لما لمحت حاصل ضربهم انا عارف ان المحايد الضرب بتاعي واحد، صح؟ معنى كده في الحالة دي لما في العملية بتاعتي مجموع دالتين اتحول لحاصل ضربه، معنى هنا ان الزيرو بيساوي الواحد ولا لا؟ جبتها منين؟ لان اتحول لحاصل ضربهم وانا عارف ان المحايد الضربي، المحايد الضربي هو الواحد، المحايد الضربي هو الواحد. فلما ضربت الدالتين بقى عندي المحايد الجمع ده اتحول لمين؟ المحايد الضربي اللي هو زيرو بيساوي الواحد. معنى كده اليو في الزيرو بتساوي فعلا يو، كاني بالظبط بقول يو في الواحد، وفعلا اليو بتنتمي للفي. خامس حال، لو انا عندي يو بتنتمي للفي والمعكوس بتاعها سالب يو بينتمي للفي، المفروض ان مجموعهم يديني المحايد الجمع. وخدوا بالكم ان المحايد الجمع استنتجت ان هو بيساوي مين؟ بيساوي المحايد الضرب. ليه؟ من الخاصيه بتاعتي ان مجموع فيكتورين اتحول لضربه، فبدل ما كنت بستخدم المحايد الجمع لا، ده انا بقيت بستخدم المحايد الضربي. طيب اليو زائد سالب يو
معروف ان المعكوس اللي مش السالب يو معكوس اليو اللي هي عبارة عن واحد على يو، مجموع اي فيكتورين يديني حاصل ضربه. طيب اليو راحت مع اليو، المفروض ان مجموع الدالة والمعكوس يديني مين؟ يديني زيرو، صح؟ وانا مستنتجة من الخطوة اللي قبل كده ان الواحد بيساوي مين؟ بيساوي الزيرو، فبالتالي الواحد بيساوي الزيرو، يبقى فعلا كمان الشرط ده والشرط ده اتحقق. وكده يبقى انا فعلا حققت اول 5 شروط اللي هما بتوع الاديشن. طيب نيجي بقى للـ5 شروط التانية اللي هي بتوع الفيكتور، بتوع المالتيبليكيشن. لو انا عندي السي، السي ده طبعا بينتمي للار، ضربته في اليو، عملية